Bonjour les amis, nous sommes très heureux de vous faire la vidéo, Inch'Allah, la valeur future ou la valeur actuelle. Qu'est-ce que vous pensez de les relations d'Yalom ou peut-être des examens avec la correction concernant le sujet de la valeur future ou la valeur actuelle. Comme des relations d'Yalom. Après nous avons les examens. Kifesh nhesbou la valeur future. La valeur future égale la valeur actuelle fois 1 plus i à la puissance n. I hiya qui m'explique comme le taux d'intérêt. Quel i had i qui dit la hiya t. Moi je me raconte le rêve. تقدروا تلقاو في بوليكوب هنا في عوض هذا لو تو دانتيغي ما دايرينش ليه اي دايرين لو تي و على بيسانس ان هاد ان هي هنايا درت ليكم سوا تلقاو تي سوا ان وين بحال بحال ان هي لي زاني المهم نتوما كتحصلوا هاد القاعده بلي لا فالور فيوتور كتساوي لا فالور اكتويال فوا ان plus le taux d'intérêt économe ramzi li houma kima bga mouhim ma ta'rif rasek annak la valeur future égale la valeur actuelle fois 1 plus le taux d'intérêt à la puissance n. N hiya chhal men aam kant andak f hadak credit f hadak placement ou f hadak l'investissement ou f chouf chna nto chno f l'exercice dik sa hadak hadi bnisba la valeur future la relation dial valeur future. Monsieur, la valeur actuelle. La valeur actuelle, qaïda diela égale la valeur future fois 1 plus le taux d'intérêt à la puissance nadaba moins n. Meshi n. Moins n. Bach l'ka la valeur actuelle. Hadou, khasna, humel assassin kono arfino. أتقول لي أصلا فاش نحتاجو هاد لافالوغ فيتور و هاد لافالوغ أكتويل. مثلا شنو هما نقول لكم أنا بعدا شنو هما لي كيستيون لي تيكونو كيتسولو لينا باش حنا نحسبو هاد لافالوغ فيتور و هاد لافالوغ أكتويل. مثلا نتا عندك جوج وليدات بغيتيهم كتجمع بغيتي تبدا تجمع ليهم فلوس باش فواحد الوقيته مده ديال مثلا 5 سنين ولا 6 سنين تكون جمعتي ليهم زعما واحد القدر من المال اللي يمكن ليهم مثلا تسفرهم برا يمشيو يقراو ويكملوا لي زيتود ديالهم برا. دونك انت دابا انت في 2019 غادي تمشي لابونك غادي تبدا مثلا ب 1000 درهم. هذيك كتسمى هذيك 1000 درهم اللي حطيتي لابونك راه هي سي لا فالور اكطويل. الناس اللي ما عندهمش النيفو ديالهم ضعيف في الفرنسي ما عرفش صح بالعربي لا فالور اكطويل هي داك لو مونطون داك المبلغ اللي حاليا حطيتيه في لابون اللي مشيتي حطيتي قلتي بغيت انا ولادي يقراو يكملوا لي زيتود ديالهم برا غادي نبدا نجمع ليهم من دابا من هنا 5 سنين خاصني نكون جامع ليهم فلوسهم كاملين نحط 1000 درهم العام الاول يعني هو 2019 من بعد واحد 5 سنين ولا 6 سنين غادي نبقى غادا وكنجمع ليهم كنزيد ليهم 1000 درهم 2000 هادي كنجمع حتى باش نوصل لواحد لا فالور فيوتور. هادشي علاش كنسميوها لا فالور فيوتور حيتاش راه كندويو على 5 سنين ولا 6 سنين ولا عام ولا عامين وانا كنجمع الفلوس. حنايا في لا كيسيون تيقول لك تيعطيك مثلا لو طو دانتيغي ويعطيك لي زاني شحال بغيتي تجمع في هذوك الفلوس ويعطيك سوا لا فالور فيتور سوا لا فالور اكطويل ويقول لك حدد لي وحده فيهم. مثلا يعطيك داك الالف يقول لك راه بغيتي مثلا تحط لولادك كيما قلت لكم ديك 1000 درهم في 2019 كتسمى ديك ساعات لا فالور اكطويل وانت تقلب ديك ساعات على من هنا 5 سنين شحال غادي تجمع ديال الفلوس كتسمى لا فالور فيوتور. باش تحسبها دغيا كتستعمل هاد الغلاصه اللي تمكن لك تلقى ديريكتومون لا فالور فيوتور من خلال لا فالور اكطويل و طو دانتيغي و لي زاني. اولا مثلا بغي يعطيك
شحال يعطيك مثلا مدة ديال السنين، يقول لك ها لا فالور فيوتور ديال اللي شحال جمعتي في 5 سنين، وعطيني نتايا شحال هو المبلغ الاولاني اللي حطيتيه في لا بانك باش تحصل على هاد المبلغ هذا. كيتسمى ديك ساعة لا فالور اكتويل، وكنحسبوه بهاد لا غلاسيون هادي. ونزيدكم عاوتاني دو غلاسيون اللي خاصكم تعرفوهم، اللي هي لو طو دانتيغي و لي زاني. لو طو دانتيغي، لو طو دانتيغي ايغال لا فالور فيتور سور لا فالور اكتويل ا لا بويسونس 1 سور تي، اللي هي كيما قلت لكم لي زاني موانز هادي راه سيباري، زعما ما دخلش هنا في لا بويسونس. يعني تا تحسبوا هادي تديروا لا فالور فيتور على لا فالور اكتويال اس واحد على الاعوام اللي عندك، وكتلقى النتيجه كتنقصها على كتنقص منها واحد. ابري عندنا لا غلاسيون ديال لي زاني، كيفاش نلقى لي زاني اللي هما تي او لا نضهم ان. ان ايغال الين الين سميتو هذا لا فالور فيتور على لا فالور اكتويل سور الين واحد بلس لو طو دانتيغي. الين راه ديجا كتحسبوه بكالكولاتريس، كديرو الين كالكولاتريس وكديرو اكواس وكديرو فيها لا فالور فيتور لا فالور اكتويل عادي. يعني راه ما كاينش شي حاجه اللي تفهمو ولا شي حاجه واو، فخاصكم غير هاد لي غولاسيون بربعه تحفظوهم، وكتبقى ليطاب الثانيه انكم تفهموا الجمله باش تعرفوا تجاوبوا. بس نمشيو دابا لي زيكزام ديريكتومون في هاد لا فيديو، ان شاء الله غادي نساليو مع هادو حيت ساهلين. ما غاديش ندير غير هاد لا فيديو اللي فيهم، غادي زعما ما غاديش نزيد كل حاجه اخرى فيهم، حيت اي بان لكم داكشي غير كيتعاود كيتبدلوا غير الارقام. هنايا هذا لي دو كيسيون ماشي ما متعلقينش بلا فالور فيتور لا فالور اكتويل، هذا الشيء بوحدو. نمشيو نيشان تروزيام كيسيون اللي عندنا بها الغرض، قال لك فوز افي لا بوسيبيليتي دان بلاسمون كي رابورتورا واحد 12500 لا بروميير اني، و الدوزيام اني عندك هذا المبلغ ديال 13700، و تروزيام اني 14700، و كاتريام اني عندك هذا المبلغ. و فو بوفي اوبتونيغ ان طو دانتيغي ديال 7% بور دوطخ انفيستيسمون دو ميم تيب كيل مونطون ايتفو بخي ا ميتر دون سو بلاسمون. علاش قلت لكم خاصكم تفهموا ليطاب الثانيه هي الاولى، قلت لكم تحفظوا لي غلاسيون، الثانيه هي تفهموا، حيت باش خاصك تفهم الجمله باش تعرف واش، وتفهم لا كيسيون باش تعرف واش انت كتقلب على لا فالور فيتور ولا لا فالور اكشيل ولا لو طو دانتيغي ولا لي زاني. هنا شنو عاطيك؟ عاطيك شنو هو؟ عاطيك لي فالور فيتور ديال العام الاول شحال عندك المبلغ، وفي العام الثاني شحال يولي واصل عندك المبلغ، والعام الثالث شحال يولي واصل عندك المبلغ، والعام الرابع شحال يولي عندك واصل المبلغ. يعني بحال دابا كيما نخليونا في نفس مثلا ندوزو شي اكزامبل واحد، هنا ما قالوش لان الغرض ديال هنا قالك بغيتي دير واحد لانفيستيسمون، قالك هنا بغيتي دير واحد لانفيستيسمون حطيتي واحد البركه فيه، هذيك البركه هي اكس، هي اللي حنا باقيين هما ما عارفينهاش لينا، وهما اللي هما اصلا طالبين منا اننا نحسبوا اكس. قالك شنو هو لو مونطون êtes-vous prêt à mettre dans ce placement؟ يعني شنو هو المونطون اللي غادي يتحط باش العام الاول يجي يكون عندك الفلوس 12500، والعام الثاني يولي عندك 13700، والعام الثالث 15700، بلوتو هذا العام على كاتريوم، هذا العام الرابع. شنو غادي ندير انا؟ يعني نمشي نعرف راسي، نقلب على لا فالور اكتويال. لا فالور اكتويال شنو هي القاعده ديال لا فالور اكتويال؟ ها هي لا فالور اكتويال، ها هي القاعده لا فالور اكتويال ايغال لا فالور فيتور فوا 1 بلس اي على بويسونس موان ان. نجي ندير ليها سمحولي غادي نجي غادي ندير لها كوبي كولي عادي. ها هي قلت لكم القاعده ديال لا فالور فيتور فوا 1 بلس لو طو
à la puissance moins n. D'ailleurs, عندي ما عنديش غير واحد لانفيستيسمون واحد ماشي 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 ما عنديش واحد لانفيستيسمون واحد دابا هنا عندي بزاف ديال قالوا لي في العام الاول شحال غيكون عندك والعام الثاني شحال غيكون عندك والعام الثالث شحال غيكون عندك دونك انا خاصني نحترم هذا الشيء كامل اللي قالوا لي انا بغيت نعرف هاد لا فالور اكشوال يعني هاد لا فالور اللي انا حطيت منها الاول باش 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 حصلت على 12500 في العام الاول كيفاش غادي ندير غنشد لا فالور اكشوال كيما قلت لك وكتساوي لا فالور فيتور اللي هي 12500 ونضربها في واحد زائد 7% اللي هو لو طون دو تيغي كيما عطيني في ليكزارسيس على بويسونس موان زاد تقولوا لي علاش درت شي ناقص واحد بالضبط وما درتيش ناقص جوج ولا ناقص ثلاثة ولا ناقص أربعة نرجع معاكم ليكزارسيس وراها تردوا البال بلي هو قال لك هادي غير ديال العام الاول انك حطيتي واحد لو بلاسمون اللي هو اكس اللي انت تقلب عليه وجمعتي في العام الاول هاد المبلغ هذا دونك غير بوندون ان دونك داكشي علاش دير ناقص واحد بعدا تزيد زائد هاد لو بلاسمون اللي كان هاد الفلوس اللي كانت عندك في الدوزيام اني هي 13700 ها هي 13700 نضربها عاوتاني نحترم نفس القاعده ان الفالور فيتور هادي 13700 راه لا فالور فيتور عطاك واحد لا فالور ديال العام الثاني شحال يكون عندك كان عندك 13700 هادي راه سي تو فالور فيتور راه عطاك واحد لا فالور ديال 2 اضربها في 1 بلس 7% لا بيسونس موان 2 نرجع نقول لكم علاش موان 2 ها هو راه هذا قال لك هاد 13700 راه ديال لا دوزيام ديال العام الثاني وكذلك نمشي ندير ديال هاد العام وديال العام الرابع عاوتاني 14700 اللي هي لا فالور فيتور نضربها في واحد زائد لو طو دانتيغي 7% و على بيسونس موان هنا عندي لا تخوازيام يعني هادي العام الثالث يعني ندير ناقص 3 ها هي ناقص 3 ونزيد عليها عاوتاني الاخرانيه ديك لا فالور فيتور اللي عندي ديال العام الرابع ضربت هي في واحد زائد 7% على بيسونس موان 4 ونلقى لا فالور اكشوال ديالي ونكتب ليه سي لو مونطون دو بلاسمون يعني هذا هو المونطون اللي انا حطيت في لاني زيرو باش باش العام الاول تكون عندي هذا المبلغ والعام الثاني يكون عندي هذا المبلغ والعام الثالث يكون عندي هذا المبلغ والعام الرابع يكون عندي هذا المبلغ نكمل ناخذ شي اكزام اخر هذا سيسيون دو فيفري 2016 هذا الاكزام هذا 2017 هذا فيفري 2016 هنايا في لا كيسيون هذا اللون هذا اللون la troisième question. Troisième question, vous souhaitez un placement qui vous rapportera 18000 dans 3 ans pour 18000 aujourd'hui. Quel est le taux d'intérêt implicite que vous exigerez? Comme je l'ai dit, l'étape l'oula, on va savoir la règle. Là, quel est le taux d'intérêt implicite que vous exigerez, que vous exigerez. يعني انا اللي ما كنتش عارفه القاعده حافظه القاعده ديال لو طو دانتيغي ما غاديش نعرف نجاوب على هاد لا كيسيون داكشي علاش درت لكم هاد لي غولاسيون بالاحمر ليكم حفظوا هاد لو طو دانتيغي ها هي غولاسيون ديالو لا فالور فيتور على لا فالور اكتويل على بيسونس ديال ا على لي زاني موان ز لي زاني ام ليكم تي ديروا ان موان زاد دابا يعني في هاد الغلاصه خاصني لا فالور فيتور لا فالور اكتويل يعني انا في ليكزارسيس ديالي شنو خاصني نعرف لا فالور فيتور لا فالور اكتويل شنو هي لا فالور فيتور لا فالور اكتويل اول سؤال نسولو راسكم هو هذا شنو هو لا فالور فيتور وشنو هو لا فالور اكتويل شي اللي طالبين مني من القاعده وشي اللي نحتاج في القاعده مزيان هنا قال لك vous souhaitez un placement qui vous rapportera 18000 dans 3 ans pour 15000 aujourd'hui. هو شنو كيعني لك من هذه الجمله هذه قال لك اليوم غادي نحط واحد 15000 ومن هنا واحد 3 سنين غادي تجيب لي زعما غتجمع لي vous rapportera 18000
ام او دي يعني 18000 درهم، فهمتوا؟ داكشي اللي قلت لكم خاصكم تفهموا، تفهموا الجمله باش تعرفوا واش هذيك سي 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 لا فالور فيتور لا فالور اكتويل. انا نقول لكم واحد لاسيوس اللي تيلي ما عرفش يقرا الجمله مزيان، بحال دابا هذه راه تقدر تدوخ شي حد يتحب له، تسحب له هذه هي لا فالور اكتويل وهذه هي لا فالور فيتور. دونك راه هي لا بعدا اول اسيوس هي لا فالور اكتويل كتكون ديما صغر من لا فالور فيتور، حيتاش الفلوس اللي غادي تحط اليوم ماشي هما الفلوس اللي يكونوا من بعد واحد 3 سنين ولا 4 سنين. مثلا انا غادي كما قلت لكم بغيت نجمع واحد الفلوس باش من هنا 5 سنين نقدر نصفر ولادي يمشيو يقراو برا، راه انا كل عام كنحط لهم فلوس، نبدا ب 1000 درهم اللي هي اوجوردي، وانا غادا كنزيد في الفلوس كنزيد فلوس واحد 5 سنين 60 غنولي في 5 ديال المليون 4 ديال المليون، فهمتوا؟ دونك راه ديما يعني راه شكون اللي كبر، واش 4 ديال المليون ولا 1000 درهم؟ يعني راه ديما هذيك لا فالور اكتويال، يعني لا فالور اللي كنبدا بها هذيك لانفيستيسمون ديال هذاك اللي تمشي تحطها في لا بنك هي اللي كتكون صغر من لا فالور فيوتور اللي تكون عندك من بعد واحد 5 سنين ولا 6 سنين، فهمتوا معايا؟ يعني هنايا تشوف 15000 و 18000 شكون اللي صغر فيهم؟ 15000. دونك راه هذه هي لا فالور اكتويال وهذه هي لا فالور فيوتور. هذه دو تقدر تفهمها راه غير من كما قلت لكم من الجمله. فو سويتي ان بلاسمون كي فو رابورتيرا، انك بغيتي واحد البلاسمون تحط واحد البلاسمون تحط واحد الفلوس اللي غيجيبو ليك، يعني فو رابورتيرا رانا اصلا الفيرب راه مصرف فيوتور، يعني راه يجيبو ليك واحد الفلوس ديال 18000 من بعد واحد 3 سنين، يعني راه باينه راه دون 3 ans راه باينه فيوتور، راه باينه هادي هي لا فالور فيوتور بور 15 ميل درهم اوجوردي، يعني تحط واحد 15 ميل اوجوردي وسير واحد 3 سنين باش عاد تكون عند جميع 18000. كيلي لو تو دانتيغي امبليسيت كو فو زيكجيجوري، صافي كيما قلت لكم قاعده عندكم لو تو دانتيغي امبليسيت، اتحط قدامك شنو هي لا فالور فيوتور لو تو الاولى لي زاني سميو كيما قلت لكم سوا ان سوا تي. لا فالور اكطويل هي 15000 وجي طبق القاعده ديالك عادي كالكولاتريس خدامه وصافي هادشي اللي كاين. هادشي باقي ما فهمتوش معاكم تي اصلا ما كيتعلقش هاد كيسيون 1 و 2 و 4 وكتعلق بلا فالور فيتور لا فالور اكطويل دونك حتى خدمو معاكم ماشي هاد ليكزام هذا قالك هنا هاد نقول لكم واحد الحاجه اخرى. هاد لا فالور فيتور لا فالور اكتويل كتقدر تكون في كيو سي ان بحال هكا، مي راه ماشي صافي صافي با انكم راه ما تحتاجوش كالكولاتريس ولا ما تحسبوش ولا تعرفوها غير من دايتكم راسكم، لا راه كتحسبوها عادي كما قلت لكم بلي غولاسيون، مي هي كيعطيها لكم كوم كيو سي ان كتلقاو الريزولطا في الوسخ ديالكم كتحسبو كالكولاتريس وكل شيء عادي، من بعد ما كتلقاوها كتكروشيو ديك النتيجه اللي صحيحه. هنايا قالك فوز افي بلاسي دون ان فون ديال 6% كتعرف هذا هو لو طو دانتيغي بوندون 5 ans، يعني عندي شحال من عام عندي 5 سنين. فوتر بلاسمون فون اوجوردي 15320 كومبيان فو بلاسي لو بروميير جور. هنا راه غام لا كيسيون باينه علاش انت غادي تقلب، قال لك شحال غادي تحط شحال حطيتي في النهار الاول، يعني النهار الاول يعني تيقلب على لا فالور اكطويل ماشي لا فالور فيتور، قال لك شحال حطيتي النهار الاول. كومبيان افي فو بلاسي لو بروميير جور، يعني كيقلب على العام الاول، يعني كيقلب على لا فالور اكطويل، يعني شنو هي القاعده اللي غادي نطبق؟ هي هذه لا فالور اكطويل ايغال لا فالور فيتور فوا ان بلس اي على بويسونس موان ان. غنمشي نقلب على شنو هي لا فالور فيتور في لي زانفورماسيون عندي. قالك فوز افي بلاسي دون ان فون بوندون 5 ans فوتر بلاسمون فو اوجوردي 15320، 15320 هي لا فالور فيتور غتكون عندي صافي.
فيه غادي ندير نطبق القاعدة لا فالور فيتور هي 5 × 28 ضربها في 1 زائد لو تو دانتيغي هنا عطينا 6% على بيسونس موان 5 يسالنا 5 و تعطيني لا غلاسيون ديال تعطيني الريزولتا 11848. نمشي نشوف هذاك الكيو سي ام ديالي ها هي غلقة الكروشيه. كاين واحد لا كيسيون اللي تقدر تسولوها لي تقولوا لي هو كاين شي واحد فيكم تبان لي هنا فون اوجوردي 15 × 28 وسحب لي هذه هي لا فالور اكطويل يمشي دايخ وما يعرف ما يدير ويمشي يحسب لي لا فالور فيتور ويبقى حماق. لا لا خوت هذه ماشي لا فالور ماشي لا فالور اكطويل واخا هو داير ليكم هنا اوجوردي هذا سي هكا راه ماشي شي بياج ولكن غير الواحد خاصو يقرا مزيان. اول حاجه تاكد ليكم بعدا ان هذه ماشي هي لا فالور اكطويل هو هاد لا كيسيون بعدا هاد هو جاك من الاخر قالك عطيني شحال هي شحال انت شحال انت حطيتي نهار الاول يعني شنو هي نهار الاول يعني لا فالور اكطويل كون كانت هادي نيت لا فالور اكطويل كاع ما يحتاج هو يسولك شنو هي لا فالور اكطويل لا شي يعذب راسو يقول لك شنو هي لا فالور اكطويل دونك هو عاطيها لك هنايا لا دونك راه ما كايناش هادي اللي عاطيك لا فالور فيتور. ثاني حاجه هو قال لك هذا فوتر بلاسمون فو اوجوردي 15 × 28 راه شنو تيقصد بها انك راه حطيتي واحد لو مونطون اكس اللي هو هذا اللي لقيناه هو هذا حطيتي هاد لو مونطون اكس وابخي واحد 5 دابا مورا هذيك 5 اللي صافي هي كملات وحنا دابا في العام الاخراني ديال ديك 5 سنين عندك واحد 15 × 28 واش فهمتوا شنو بغيت نقصد يعني دابا حنايا في 2019 يعني في 2015 نجح حتى شي واحد لو مونطون اكس لي هو هذا لقيناه كما قلت لكم من دابا نديرو حنا براسنا باقي ما لقيناش هذا لو مونطون نشرح لكم كنشرح لكم شنو بغى يعطيكم في هذه الجمله حيت كيعطي تقدر تحط بزاف هاد اللعيبه هذه وكاين اللي كيدوخ فيها وكيسحب لي هذه هي لا فالور اكطويل انا داكشي علاش كنسيستيت عليها وكنعاود نشرح فيها. حنا دابا في 2019 نمشيو نرجعو نديرو نرجعو اللور ل 2015 مثلا حطيت انا واحد لي مونطون اكس من بعد واحد 5 سنين لي هو 15 16 17 19 انا دابا كملت 5 سنين بعد 5 سنين غتكون عندي يعني هاد في هاد 2019 ها هي المونطون لي عندي يعني راه هادي راه سي لا فالور فيوتور ماشي لا فالور اكطويل. Combien avez-vous placé le premier jour يعني في النهار الاول في 2015 شحال حطيت باش نجي في 2019 نشوف شحال هي لا فالور فيتور فهمت شنو بغا يقول لكم هنا. صافي هادشي اللي كاين في هاد اللعبة هادي بس كتبان لي واضحة الا ما فهمتوهاش خليو لي في لي كومونتير نعاود نصحها يمكن راه ما كاينش ما فهمي مي تصرح اللي خاصكم تعرفوا انا ما ندوخكمش هاد اوجوردي اللي مكتوبه هنايا قراو الجمله مزيان وفهموها وهنا راه بحال اللي قال لك راه انت حطيتي في 2015 واحد اكس واحد المبلغ وفي 2019 اللي هو دابا كان هاد الفلوس اللي ولاو عندك زعما 15 × 320 المدة ديال من 2015 ل 2019 5 سنين. avez-vous placé combien au soal combien avez-vous placé le premier jour المهم الخر باش ما تدوخوش راه السؤال تا الا كانت عندكم هنا اوجوردي دخلتو راه السؤال يبين لكم شنو لا قال لكم combien avez-vous placé le premier jour راه تعرفوا سي لا تقلبوا على لا فالور اكطويل وهذه لا فالور فيتور. كان قال لكم شنو هي لا فالور فيتور ديك الساعات راه تعرفوا هذه لا فالور اكطويل متفقين كنت
كنظن انها تكون باينه. المهم هنايا قال لك فوزيت على غوشارج لا نافيسيسمون كي فو رابورتوها واحد 1500 درهم دون 3 ans pour 1000 aujourd'hui. Quel est le taux d'intérêt implicite? اول حاجه كنمشي للغلاصه نشوف واش عندي غلاصه لو تو امبليسيت ديجا كليكوم كليكوم قاعده ديال لو تو هو لا فالور فيتور على لا فالور اكطوال على بيسانس ان سور لي زاني موان زان غادي نمشي نقلب على شنو هي لا فالور فيتور لا فالور اكطوال. غادي نجي نقرا التمرين. قال لك فوزيت على ريشيرش دو انفيستيسمون كي فو رابورتورا 1500 اللي غتحصل عليه من بعد يعني من بعد راه فيوتور ما تهضرش في البريزون رابورتورا راه الفيرب اصلا مصرف في فيوتور 1500 درهم دون 3 ans فور 1000 درهم اوجوردي. يعني شنو تفهم من هنايا انك تحط 1000 درهم دابا اليوم ومن بعد واحد 3 سنين غادي تحصل غايجيك من هاد الانفيستيسمون 1500 درهم. دابا انا نبدا ندير واحد نجمع الفلوس غادي نمشي لافون كنحط 1000 درهم ونقول لها من بعد واحد 3 سنين غنبقى غادا كنجمع واحد 3 سنين غتولي عندي 1500 درهم. شنو هو لو طو دانتيغي؟ نتا ديك الساعات كيما قلتلكم راه عندكم غلاصه غادي دي لافالو فيتو هي 1500 لا لافالو اكتويل à la puissance 1 sur 3 moins 1 c'est à dire que le comme ça finit bien ou les liens tout bas le voltage comme ça finit bien on a un peu de boulot l'idar fait chihada alors le montant serait mais bien les montants qui connaissent comme alors la valeur actuelle ou montant qui dire ou la valeur future c'est bon. مونطون صغير هنا هو 1000 درهم دونك راه باينه هي لا فالور اكطوال وهذه هي لا فالور فيتور. ثالث حاجه قال لك هو ولي اشتي واحد بغيتو تشريو واحد الدار بهذا المبلغ هذا ديال 1000 ديال 1000 دي اش و سي فو زافي الا انت عندك 175 دي اش انفيستي اوجوردي او تو انويل دي 10% dans combien d'années aurez-vous amassé le montant nécessaire. Moi je vais vous dire ce que vous avez dit. Vous avez acheté une dame de 1400 DH. Donc vous avez une dame de 1574 DH à investir aujourd'hui. Vous avez une dame de 1575 DH و بغيتي تشري واحد الدار دايره 1400 DH و لو طو انويل عندك 10% بغيتي تعرف شحال من عام خاصك هذوك الفلوس لي نيسيسير باش تجمع هذاك الفلوس شحال من عام تحتاج باش تجمع هذاك الفلوس ديال باش تشري الدار. دابا انت يلاه عندك 175 DH و بغيتي تعرف شحال من عام غادي تبقى تجمع 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 هذوك الفلوس باش تشري ديك الدار لي داير ب 1400 DH. كيما قلت لكم غلاصه عادي كشدوها وكنحطوها ها هو لي زاني كيفاش كنلقاوهم بالالين فالور فيتور ولا فالور اكطوال سوغ الين ان بلوس لو تو دانتيغي صافي. غادي نجي نحط كيما قلت لكم اول حاجه خاصكم تعرفوا لا فالور فيتور لا فالور اكطوال. لا فالور فيتور راه باينه هي 1400 DH هي القيمه ديال باش انا غادي نشري ديك باش غادي نشري ديك الدار وانايا لا فالور اكطوال الله عندي 175 هادشي اللي قالوا لينا هنايا قالوا لينا انه هو بغا سي فو زافي الا انت عندك 175 انفيستي اوجوردي يعني انت بغيتي دابا تستثمر 175 واش بقى غادي كتجمع باش تشري ديك الدار اللي دايره ب 1400 DH اللي هي لا فالور فيتور. ايوا صافي عطيتكم 13.20 شي تكروش عندك في سي اي كيسيون الاخرى باقي تخدم على بعد كيسيون نستكو هاد لا كيسيون هادي باش سنا اريد ندير نوالي. قالك سيبوزون كو فو انفيستيسي واحد 100 درهم اوجوردي ا ان تو دانتيغي دو 5% par année
quelle sera la valeur de votre investissement dans 2 ans? D'ailleurs, taux d'intérêt par année, quelle sera la valeur de votre investissement dans 2 ans? Brigitte, d'un tel investissement, vous avez 1000 dirhams aujourd'hui. Vous avez 1000 dirhams. Où le taux d'intérêt est à 5% par année. Mais c'est le taux d'intérêt, ça fait bien. Je n'ai pas la valeur de votre investissement dans. Quelle sera la valeur de votre investissement dans 2 ans? Je n'ai pas le montant. ديال هاد الانفستيسمون ديالك من بعد واحد عامين، يعني انت تحط 1000 درهم اليوم في 2019 في 2021، شحال هو لو مونطون ديال ديك الانفستيسمون؟ شحال هيولي؟ واش هيولي جوج ديال المليون، 300 ما سوقيش، شحال غادي يولي هذاك المونطون ديالك؟ الا انت حطيتي 1000 درهم اليوم بواحد لو طو انتيغي ديال 5%، شناهي لا فالور؟ شناهي هاديك كي سوغا لا فالور دو فوتر انفيستيسمون دون 2 ans؟ راهي من هاد 2 ans، دون 2 ans باينة كتقلب، خاصك تقلب على لا فالور فيتور، يعني تعرف راسك هادي سي لا فالور اكتويال. قالك سوبوزون كو فوز انفيستيسي 1000 درهم اوجوردي، نتا عندك دابا 1000 درهم ومن بعد واحد عامين، شحال هي المبلغ يولي عندك؟ طبق القاعده لا فالور فيتور ايغال لا فالور اكتويال بوان ان بلوس لو تو دانتيغي على بويسونس ان. قال لك عامين نديرو جوج، عندك 5% لا فالور اكتويال عندك 1000 درهم، وتعطيك 1102.5 هي لا فالور فيتور، يعني انت تحط دابا 1000 درهم ومن بعد واحد عامين تولي لك 1102.5. كاين اللي دابا غيبقى يقول لي كاين اللي غيدور غيبقى يشوف هنا اوجوردي، وهنا عندك لا كيسيون فيها شنو هي لا فالور فيتور، واعتبرتي هذه لا فالور اكتويال، وغادي يرجع لهنايا لهاد لهادي وغيقول لي ايوا علاش هادي تاهي ما درتيش ليها، ما كانتش زعما ما اعتبرتيهاش هادي لا فالور اكتويال. قلت لكم على حساب هاد لا كيسيون اللي هنا، وعلى حساب شنو فهمتو هنا، هو قال لك كومبيان افي فو بلاسي لو بروميير جور، يبغى منك شحال حطيتي انت النهار الاول، النهار الاول شحال حطيت النهار الاول، راه هي لا فالور اكتويال. داكشي علاش ماشي درت لا فالور اكتويال ايغال لا فالور فيتور فوا ان بلوس اي على بيسونس موان ان، واعتبرت هذيك هي لا فالور فيتور ولقيت لا فالور اكتويال. وثاني حاجه اللي خلاتني نعرف ان هذه هي لا فالور فيتور، راه قال لك هنا فوتر بلاسمون فون اوجوردي 15320. اما في هذا ليكزامبل اللي عطيتكم هنايا، راه بغيت نبين لكم الفرق باش ما تدوخوش، ماشي تشوفوا اوجوردي تعتبروها راه اللي بغيتو، راه لا راه على حسبهوش، مطالبك ديك لا كيسيون باش انت تقدر تفهمها. Quelqu'un a supposé que vous investissez F dirhams aujourd'hui, un taux d'intérêt de 5% par année. Quelle sera la valeur de votre investissement dans 2 ans? Ou la chose qu'elle sera, il n'y aura pas de dirhams dans le futur. Il y a quelque chose là, c'est la chose de 2 ans. Ou de 2 ans, c'est le futur. Il y a quelque chose donc là, la valeur future. Il y a dit, là. C'est la valeur actuelle. Ça fait chez les. Qu'il fait la valeur future, la valeur actuelle. Raïben ou les confs, les examens, la rep qui est chaudo, qui est douleur alcan, qui est un méchant avant. Htelem chitougal, polycope, atlkao des exemples libsef. Ou t'as un marque de bon, t'as un mzianin, ou un feu. حيت داكشي غير كيمدلو، غير ما يقول لكم مثلا بغا يشري شي طوموبيل، بغا يشري شي دار، بغا يشري شي حاجه بحال هكا، شحال هي اليوم عنده واحد المبلغ من هنا واحد عامين ولا 3 سنين
شحال يكون عنده شحال يكون عنده لا فالور فيتور بحال هكا هادشي اللي كاين. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. او غوفا لا بروشين فيديو ان شاء الله اللي غادي ندير لكم فيه يمكن هادشي هذا ديال الكريدي باي و ديال لومبرانت.